سيكون لنا موقفنا من كل تصرف ذات طابع تفرد وهيمنه، لكن في إطار الحفاظ على استقرار وضع منظمة التحرير الفلسطينية وعدم المساس بمكانتها، انطلاقا من رؤيتنا أن منظمة التحرير الفلسطينية الآن تتعرض لهجمة بهدف التقويض والتبديد، لأن الهجمة الصهيونية الأمريكية هي العودة بالشعب الفلسطيني كمجموعات سكانية متفرقة، غزة لحال، الضفة لحال، الداخل لحال، الشتات لحال، وهذه المجموعات السياسية نزع الصفة الكيانية والتمثيلية عنها من خلال تبديد وتقويض مكانة منظمة التحرير. ونحن لا نعمل بذلك، نحن نعمل في إطار منظمة التحرير، نقدم ملاحظاتنا، نناضل من أجل تثبيتها، لكننا لا نقبل تبديد وتقويض منظمة التحرير بأي حال من